يعتمد على صنع الموسيقى بس بالأصوات البشرية. في كلاكسكيات بنفخر إننا أقدم وأكبر فريق لفن الأكابيلا في مصر. أهلا بيكم معنا في تجربة كلاكسكيات. على الأكابيلا سألفل داليا. داليا يونس، يعني أنت القائدة بتاعت الفريق الحلو ده، شرف لي والله. يعني خلينا برضو نرجع نقول للناس أنه الأكابيلا زي ما بنقول هي غناء بالصوت، يعني بتقدموا كل الأغاني باستخدام الصوت. بيفكرنا طبعا باللي يمكن المعزوفة أو الأغنية الوحيدة للفنان الرائع محمد فوزي، طمني. كلمني تعملت تمني. سنة 56، ويمكن هي يعني منفردة كده لوحدها يعني، وخدت نجاح كبير جدا. هو ده كمان يعني عمل كمان تشجيع انه الفن ده تقدروا تختاروا ازاي بعض، يعني لازم الاصوات دي كلها تبقى حلوة اصلا، لان مفيش معاكوا آلات يعني. صحيح، الاصوات مش بس لازم تكون حلوة، لكن لازم تكون الودان حلوة. لانه في الأكابيلا احنا بنظبط صوتنا على صوت بعض مش على صوت الآلات، فده أصعب بكتير طبعا. ومحتاج أنه الشخص اللي يمارس ده يبقى ماشي قوي بقواعد الموسيقى الكلاسيكية اللي أحيانا بتتعارض مع الحاجات اللي الشخص اتعلمها في أي صور غنى قبل كده. عشان كده احنا بنفخر جدا ان الناس كلها اللي بتغني معانا في كلاكسكيات، مفيش ولا واحد فيهم بما فيهم انا دارس موسيقى بشكل اكاديمي، لكن احنا كلنا اتعلمنا ذاتيا، علمنا بعض وساعدنا بعض ان احنا نوصل لمستوى قريب جدا من المحترفين ومن فرق الأكابيلا. بتاخد يعني ايه الفرق؟ يعني مثلا لو انا في فرقه كورال بيستخدموا صوتهم ومزيكا، وانتوا بس بتستخدموا صوتكم، ايه نوع التدريب علشان تطلعوا يعني الاغاني او تطلعوا المعزوفات بقى او المقطوعات اللي هتقولوها؟ اول حاجه احنا لازم نفهم الموسيقى، يعني في ناس كتير قوي بس بيكونوا مؤديين بيعملوا المطلوب منهم يمشوا مع الاله دي وخلاص، فاحنا لازم نكون فاهمين الموسيقى، الفلسفه ورا الموسيقى دي ايه، وفاهمين كمان انه اختلافات صوتنا هي حاجه في صالح الأكابيلا. فهتلاحظي حضرتك ان في ناس صوتهم اعمق من ناس، في ناس صوتهم احد قوي، فتوظيف كل صوت ايوه كانها بتعمليها الات، زي الات يعني، زي ما في الاوركسترا في تشالو في كمانجا في كونترباس في فلوت، العزف بالصوت. احنا نفس الكلام، احنا عندنا اربع مجموعات اساسيه اللي هم السوبرانو والالتو في الستات والتنور والبيس في الرجاله. فاحنا بنيجي نعمل اوديشنز للناس او نجرب تجارب الاداء، مجرد بس بنتاكد ان هم يقدروا يقلدوا لحن يعرفوه، وبنعرف المدى الصوتي بتاعهم يفت او يعني ينفع اكتر في انهي جروب في الاربعه دول، وبنغني بقى بناء عليه. تمام. طيب بتختاروا بقى الاغاني اللي هتغنوها بناء على يكون فيها المقامات، يكون فيها الغنى الصوتي، هيبقى سهل ولا ما ينفعش اغنيه مليانه مزيكا الحقيقه انا ولا مش فرق؟ انا بيبقى عندي رؤيه كده، يعني في موسيقى معينه انا لما اسمعها الاغنيه احس انها تبقى حاجه حلوه قوي بالأكابيلا، واحيانا بيبقى في قصه او في اغلب الوقت بيبقى في قصه ورا الاغنيه. فمثلا اول ورشه خالص عملناها لكلاكسيشن نعلم الناس ايه هو الأكابيلا وكده، عملنا اغنيه اسمها مش كل الكلام له صوت. فيها شرحنا للناس انه في فئه كبيره من المجتمع اللي هم الصم وضعاف السمع والبكم ما بيتكلموش لغتنا، لكن هم ليهم صوت، ليهم لغه طبعًا خاصه طبعًا بيهم طبعًا. فوزعنا الجزء الاخير في السيمفونيه التاسعه لبيتهوفن اللي يعتقد ان هو الفه وهو ما بيسمعش، وكتبت انا كلمات عليها على اللحن المشهور ده، في رساله انه الشخص ممكن يكون فقد سمعه في اخر حياته زي بيتهوفن، لكنه عمل حاجه تكاد تكون من اهم قطع الموسيقى في التاريخ. دي حقيقه. فممكن نسمع دي سوا ونشوف الصوت والاشاره والاصوات المختلفه نسمع. بتعمل ايه. يلا نسمع. يلا بينا.
مش قادر يسمعك، لكن مش كل الكلام له صوت. كم إشارات اتعلمهم يفهم منك المقصود. دي بحبك ودي ربنا معاك وانا ساعدك. مش قادر يسمعك لكن مش كل الكلام له صوت. لما تكون في الغربة وتايه مش فاهم بيقولوا ايه، وتلاقي اللي بيفهم لغتك شوف ضيطمن قد ايه. دي بحبك ودي ربنا معاك وانا ساعدك. مش قادر يسمعك لكن مش كل الكلام له صوت. انا مبسوطه لانه حاسه انه الاغاني كمان قصيره وتقدروا تقدموا اغاني كتير. الاغنيه الواحده ممكن نقعد نشتغل عليها شهور. طب خلينا نقول يا جماعه خبر حلو، مصر جابت جون. مبروك. فخلينا نقول انه يعني جون من مرموش. انا شخصيا قاعده على اعصابي، بس كان عندي امل انه مصر تفوز ولسه الامل موجود. مرموش ده جول التعادل مع مصر امام غانا، ان شاء الله خير ونكمل يعني. وانتوا بتغنوا الحاله، الحاجات الصغيره دي بتعمل حاله يعني. جمهوركم مين بقى؟ جمهورنا هو اي حد عاوز يسمع حاجه مختلفه في المشهد الموسيقي المصري، لانه بعد شويه الواحد بيشوف ان الناس بقت تقلد بعضها، بقوا يعملوا نفس الحاجه. أيوة طبعا. بس احنا بنعمل حاجه مختلفه جدا، بنحاول ان احنا نقدم قيمه ورا اللي احنا بنقدمه. القيمه دي مش بس قيمه فنيه، يعني انا ممكن اقعد اشتغل على توزيع من التوزيعات دي 3 شهور مثلا، لكن القيمه الاهم اللي هي القيمه الانسانيه بتاعت فكره الاكابيلا، ان احنا كل واحد فينا مختلف لكن التناغم بتاعنا مع بعض بيطلع حاجه حلوه جدا، وحاجه ما فيش واحد فينا بما فيهم يعني انا قائده الفريق، ما اقدرش ابقى قائده فريق من غيرهم. طبعا هم الاساس اللي طبعًا. كل واحد فيهم بيعمل دوره باتقان شديد جدا جدا، وفي نفس الوقت بيحافظ على هويته وعلى صوته وبيتطور هو شخصيا وموسيقيا كتير. انتوا اكيد كل واحد بيشتغل حاجه مختلفه يعني. ده حقيقي. فبتتجمعوا بتعملوا بروفات قد ايه؟ بتاخدوا وقت قد ايه؟ هو الحقيقه احنا بروفاتنا ورك فريندلي جدا، يعني انا عشان انا كان شخصيا موظفه وبشتغل لحد الساعه 5 عادي، فانا دايما بخلي بروفاتنا بعد الساعه 6 سواء في وسط الاسبوع او في الويك اند. عاده بفضل الويك اند علشان الناس تبقى مرتاحه اكتر. بيبقى عندنا بروف على الاقل مره في الاسبوع 3 ساعات، وعندنا كمان كل فتره بنعمل ورشه لاستضافه اعضاء جداد. احنا عندنا ورشه يوم السبت جاي، ممكن الناس تنضم. طبعا طبعا يقدروا يقدموا دلوقتي، اهلا وسهلا بيهم، يقدروا يقدموا. بس واضح انه يعني الغلبه للنساء. ده في كل الفرق الموسيقيه. برافو. معلش في 3 رجال كده مظلومين بس شايلين برضو يعني. ده التينور صح؟ ده التينور والبيس. التينور والبيس يعني. 4؟ طيب تمام 4 بس يعني. طب انا يعني من كتر ما انا عايزه اتكلم بس عايزه اسمعكم. هنسمع ايه؟ تعالي نسمع اغنيه من تراث مدن القنال. الله، حاجه نفرفش بيها بقى. حاجه نفرفش بيها. مصر جابت جول يعني. نشجع مصر كده. نشجع مصر بيها. يا للي يا للي يا للي يا ابو العيون السود يا خلي. يا للي يا للي يا للي يا ابو العيون السود يا خلي. يا للي يا للي يا للي خليك على كيفك تملي. يا للي يا سيدي يا للي يا للي يا للي. آه
كنت معاكم على فكره، هبقى اجي اتدرب انا بقى في المجموعه الجديده دي. بس انا بحيي كمان الرجال لان في صوت منهم كانه هارب. اه صحيح، احنا عندنا صوت كانه تشيلو كمان، تشيلو هارب. اه في صوت كان عامل، كان مديني احساس تشيلو ورا حقيقي يعني. فبرضه وجودهم مهم. صحيح، هم وجودهم كمان يعني زي ما في الاول سمعنا امل ودينا بيغنوا السولو، دلوقتي انا وهبه كنا بنغني سولو. مهم كمان ان احنا نوظف انت السولو. كمان عندك سوبرانو شويه. ايوه اكشلي السوبرانو بقى هنسمعه في الاغنيه الجايه. فاحنا من ضمن التجارب بتاعتنا ان احنا نمزج انماط موسيقيه مختلفه جدا مع بعض لا تتخيلي انها ممكن. حلوه من التراث بيغنيها محمد منير. صحيح. الاغنيه اصلا من تراث مدن القناه، في ناس كتير فاكراها من تراث الصعيد، بس هي الحقيقه مدن القناه وتحديدا الفرقه اللي كانت بتعزف على السمسميه هم اصل اللحن ده. تمام. من هناك، دي معلومه بنحب دايما ان احنا ننشرها للناس. التجربه اللي عايزه اسمعها لك هي تجربه لمزج الاغاني الشوارع الكلاسيكيه. تمام. باغاني الشوارع المصريه. خلاص ايه اللي هيحصل لو عملنا ده؟ وبعدين ناخد فاصل نسمعها منكم. ماشي. تجارب الشوارع المصريه مع الكلاسيكيه. مع الكلاسيكيه. مفيش صاحب، مفيش صاحب، مفيش صاحب بيتصاحب، مفيش راجل بقى راجل، نتعامل ونتعامل، طلع سلاحك متكامل، مفيش صاحب بيتصاحب، مفيش راجل بقى راجل. ما بدي منك للمخلص.
إلا غزالي للي في جويني للي كن محبوس بيني للي يا من عيني للي الهدايا أنا كمان عجبني التنوع في الاختيارات. يعني دي أغنية كلميني عنها من تراث. دي أغنية بطريقة اسمها الملالة. الملالة فن أو الملالة زي ما يتنطق بالضبط، فن فلسطيني كانوا بيستخدموه في الثلاثينات علشان يوصلوا رسائل الأمهات. صحيح. للأسرة الفلسطينية. للأسرة الفلسطينية. إن هم يدخلوا حرف اللام وسط الكلام. صح. فيقولوا يا طالعين عين للجبل. أيوة، عشان ما حدش يعرف اللي بيحصل، ما حدش يفهم. السجانين كانوا بيبشروهم انه النجدة جاية. فقد ايه احنا لما الاحداث حصلت في غزة قد ايه كان قلبنا موجوع، وفي نفس الوقت كنا مصممين ان احنا لازم نكون صوت الشعب الفلسطيني، بالذات لما يقطعوا عنهم النت ولما يقللوا الريتش على السوشيال ميديا. فالأغنية دي بالذات كانت يعني غنيناها يوم ما فتحوا المعابر للوصول المساعدات عشان نبشر اهالينا في فلسطين انه ان شاء الله المساعده جايه زي ما جات لكم زي ما هم كانوا بيبشروا. توقعت ان انتوا تغنوا يا اهل فلسطين شدوا بعضكم يا اهل فلسطين، توقعت ان انتوا تكونوا بتغنوها. احنا غنينا طبعا شدوا بعضكم يا اهل فلسطين، وبالعكس احنا عملنا فيها حركه بقى كمان ان احنا على تيك توك كان الريتش بتاعنا اعلى بكتير. نسمعها بقى. طيب قوي، نسمعها يعني بسرعه. يعني انا بس عايزه اقول لك ان احنا كتبنا فيها جمله بس مختلفه، انه على موقع صيني لاعمل فيديوهات، على موقع صيني علشان التيك توك هو الوحيد اللي وصل صوتنا للاغنيه. طيب دي يعني تيك توك صيني اصلا، تيك توك موقع صيني. أيوة، فعشان كده بدل عبر صيني عملناها على موقع طيب صيني. طيب خلينا نقول حاجه، هنسمع شدوا بعضكم يا اهل فلسطين، بنبعتها لهم وناخد وراها طمني. كلمني طمني. طيب علشان ما نجيبكيش كتير. ماشي، تمام. شدوا بعضكم يا اهل فلسطين، شدوا بعضكم، ما ودعتكم رحلة فلسطين، ما ودعتكم. عموقع صيني لعمل فيديوهات، عموقع صيني علي جرالك يا فلسطيني. تلمح جناين حبها الزاهر.
ماضيش وتزورها وبربعها تلقي السلام. شدوا بعضكم يا اهل فلسطين، شدوا بعضكم ما ودعتكم رحلة فلسطين، ما ودعتكم عموج عصيني لعمل فيديوهات، عموج عصيني يا فلسطين علي جرالي يا فلسطيني فلسطيني. الله الله الله. هناخد بقى محمد فوزي، يلا كلمني طمني. كلمني 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 طمني وارحمني يوم يا حبيبي حبيبي. طال بعدك طال هجرك فين عهدك فين يا حبيبي. ده القلب اللي انت كاوي نار نار يا تعب الهوى قلبي والحلو مش داري والامتهان خبي على بعضي ونداري. تعب الهوى تعب الهوى تعب الهوى قلبي حبيبي وعناي لو في وسط ميا ما يخفاش علي علي ما يخفاش علي. تربينا يا قلبي ولا تقوليش السكة منين. ده حبيبي معانا ما تسألنيش رايحين على فين رايحين على فين على فين على فين. أنا عجبني التصرف في الأغاني. يعني خليني برضو داليا كده أسألك، يعني طيب أنتوا ما درستوش بس خبرة أنه أخد الأغنية، أنتوا هنا عاملين مزج بين أغاني مدلي بالظبط. فالخبرة دي جبتوها منين؟ الخبرة دي أنا درست نظرية الموسيقى اللي هي يعني إيه نوتة موسيقية، إزاي نألف، إيه الهارموني، كل ده أنا درسته أونلاين عن طريق كورس تبع جامعة إدنبرا، واخدت منحة لدراسة قيادة الكورالات والتوزيع للأكابيلا في لبنان. فده ساعدني قوي ان انا يبقى عندي الجزء المكمل للموهبة. يعني في ناس كتير قوي عندها موهبة بس بتبقى زي ايه زي الصنايعي، هو يعرف يشتغل بايده قوي بس مش عارف ده حصل ازاي يعمل ايه. فانا اكتشفت ان انا كان عندي من وانا صغيره يعني موهبه الهارموني دي، ان انا اقدر اميز الاصوات المختلفه واحس ان ده هيبقى حلو وده هيبقى لا، بس ما كانش عندي يعني بيس قوي لحد ما بدات بقى ان انا ادرس ده تدرسي. وافهم انه ليه ده بيطلع حلو وليه ده بيطلع وحش. فده طبعا ساعدنا ان احنا نتطور. يعني احنا حتى الاغاني اللي احنا اشتغلناها اولموست بالتايم لاين بتاعنا
ففي توزيعات كانت بسيطه جدا، في توزيعات يعني عميقه اكتر وفيها شغل اكتر، وفي حاجات كمان فيها ربع تون وتشيز، حاجه صعبه جدا عامه في التوزيع الهارموني. فدي حاجه احنا بنحب نتحدى نفسنا فيها كمان كل شويه، يعني نعمل حاجات بالشرقي كمان. بتغنوا فين حفلات؟ احنا غنينا في اماكن كتير قوي، اغلب الوقت بنكون في المراكز الفنيه زي مركز دوار في وسط البلد. عملنا حفله في مركز الجزويت الثقافي في اسكندريه السنه اللي فاتت، كانت اول مره يعني نعمل حفله في اسكندريه، فكانت حاجه عظيمه قوي بالنسبه لنا. عملنا قبل كده حفله في الساقيه، عملنا في اماكن كتير قوي. ويمكن اكتر حاجه انا بحبها في الحفلات ان احنا بنشجع الناس ان انتوا النهارده قاعدين في الحفله ممكن بكره تغنوا معانا. احنا كل الناس متاح انها تشارك معانا في كلاكسكيات. طالما بس ده عدد الفرقه ولا بيتغير؟ لا هو العدد اكبر من كده الحقيقه. بس احنا عشان ظروف الاستوديو يعني بدل عشان احنا نجيب لكم القبيله الكامله، لكن احنا العدد فعلا بيزيد الحمد لله كل يوم، وكل ورشه جديده في ناس بتكمل معانا بعد الورشه ويحبوا ان هم ينضموا للفريق. فاحنا نفسنا كده المره الجايه يعني نجيب لكم بقى الاستوديو خالص. اكيد. انا عايزه اشكركم جميعا. يعني اسمحي لي ان انا اقدمهم. يا ريت تفضلي. يعني قبل ما نختم، احمد ونهير وشيماء وهديل وهلالي وسعيده، بس اكني شايفاهم، وسلمى ودينا وامل وهبه واحمد. يعني انا بشكركم جميعا يعني فردا فرد، وطبعا كلكم اصوات جميله الحقيقي والاختيارات جميله. انا بشكرك كمان وبتمنى لكم التوفيق، لانه حاجه جميله جدا وبتعملوا حاله كده حلوه مختلفه فيها غنى، حتى الاغنيه بتاعت الشوارع دي فيها رقي. يعني الحقيقه ان هي اصلا كانت بتغنيها واحده في الاوبرا، يعني واحده بتردح في الشارع، يعني رغم انها تبان حاجه كده في الاوبرا اصلا الاصليه كانت كده مفروض شعبيه جدا. صحيح. فبشكركم جدا، ويعني ان شاء الله اتمنى لكم التوفيق. وهنختم بايه؟ هنختم باخر اغنيه لسه منزلين الفيديو بتاعها، بنحتفل ب 40,000 مشاهده لسه نازله من كام يوم. اغنيه لعمار الشريعي من مسلسل زينيا. دي حاجه حلوه قوي. يعني انتوا كمان بتبحثوا في حاجات صعبه. صحيح. اتفضلي يا داليا، بشكركم شكرا جزيلا. لحد ما توصل داليا انا كمان بشكركم. بعد ما هنسمع الاغنيه هيكون وقتنا انتهى في التاسعه. اتمنى ان المباراه تنتهي بفوز مصر، وهنلقاكم غدا باذن الله في التاسعه اكيد. نسمع الاغنيه الاخيره. عشقت بحرك وغرقت فيكي، وصبحت عندك في العشق حالة، بنيت في حضنك عالرملة قصري، وفتحت عالبحر يتعبى في الملاكم وغناوي.
الصيادين يتعبى في المراكب وغلاوي الصيادين وعمار يا اسكندرية يا ميلة يا مريم وعد ومكتوب عليا سطر عالجبين ومسطر عالجبين نشرب من الحب حبة في البحر واسكن حضن الأحبة الناس الطيبين والناس الطيبين إلهي روه لبيلة شيال والعمر شيلة وهموم الدنيا ليلة فيها القمر حزين يا موج بحر عديتك وانت عالي ودفعت المهر غالي بالأيام والسنين ودفعت المهر غالي بالأيام والسنين وعبار يا اسكندرية يا ميلة يا بهية وعد نشرب من الحب حبة في البحر المحبة واسكن حضن الأحبة الناس الطيبين